لأن الليل الحرام الواضح أجازوا علماء في التلفزيون وفي الراديو عادي جدا. ممكن واحد تسأله عن باطل واضح. واحد في التلفزيون جابوه أيام المولد الاحتفال بالمولد ده خليه عالم أبسط الناس اللي عندهم شيء من العلم يقول لك ده بدعة لأن الرسول ما عمل والصحابة ما عملوا بدعة. شنو اللف والدوران؟ جابوه في التلفزيون بيتكلم قال وطبعا نحن كشعب سوداني متفقين على محبة النبي والصوفية وغيرهم كلنا بنحب النبي وكلنا مرجعنا واحد والقرآن واحد. يا زول ده لف ودوران. قول الحقيقة احتفال ده منكر وباطل. قول الحقيقة انت تعرف شنو؟ ليه الإنسان يتأكل بدينه وهو يعرف الحق؟ وهذه من خصال اليهود. برنامج بيجيبوه يوميا الساعة 8 صباحا في الإذاعة بتاعت حسين خوجلي يوميا. البرنامج ده أنا حضرته مرة واحدة ويقيني والله الذي خلق السماء وبسط الأرض لو واحد من السودانيين اعتقد العقيدة اللي بيقولوها في البرنامج ده يخرج من الإسلام تماما يطلعك برا الدين. برنامج فاسد في العقيدة. من أجل ماذا؟ من أجل كسب لقمة من العيش ومن أجل الترويج. إن الحمد لله نحمده هذا الشعب المسكين ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد المولى سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وأمرهم بعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين لهم أنه لا يحتاج إلى رزق منهم بل تكفل بأرزاقهم جميعا. فقال في الآية التي بعدها ما أريد منهم من رزق. ربنا ما يحتاج إلى رزق من العباد. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ وإني لأنا الرزاق ذو القوة المتين. تأمل بعد أن أمر بالعبادة بين أنه سبحانه لا يحتاج إلى رزق من العباد. وبعدما أمر العباد بعبادته تكفل للعباد بأرزاقهم. كل ما خلق الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولما كانت قضية الرزق من أمس القضايا في حياة البشر بل في حياة الخلق جميعا
كان لقضية الرزق ارتباطاً قوياً بالعقيدة، لأن كثيراً من الناس اليوم يتهاون في دينه ويحمله طلب الرزق إلى التلاعب بدينه، فمن الناس من يطلب رزقه بالحرام، إما بالإشراك بالله وإما بالتكسب بالوسائل المحرمة وإما بالكذب وإما بالخيانة وإما بالغدر وإما بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وهكذا فكانت قضية الرزق من أكثر القضايا التي وجدت اهتماماً عظيماً في نصوص القرآن والسنة من زمن سيدنا نوح عليه السلام، لما تكلم مع قومه دعاهم ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً وما ترك لهم شيء، فكان مما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. طيب لو استغفروا ربهم ما بيحصل شنو؟ قال يرسل، انتبه دي النتيجة، ده الجواب. استغفروا ربكم اللي بيحصل شنو؟ يرسل السماء عليكم مدرارة، مدرارة متتالية، الرزق من السماء انزل متتالي متتابع، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، دي الآن اللي بيجري وراها الناس، وبنينا ويجعل لكم جنات، حدائق، بساتين وارفة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يشتد بالناس الجذب والقحط يستسقي، وكان يقرأ هذه الآيات من سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم. الإنسان لما يشتد به أمر من أمور الدنيا ويضيق على الرزق، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيضيق الرزق وبيبسط، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ربنا بيبسط وربنا بيقدر. وسبحان الله أحياناً يكون في تضييق الله على بعض العباد خير، بيكون فيه خير لك، بيكون فيه رحمة لك، أحياناً ربنا بضيق عليك تلقاك زمن طويل نفسك تسكن لك في بيت منزل جميل، يقول لك على الشارع ولا يقول لك ناصية ولا الحاجات دي، زول تلقى نفسه يسكن في بيت زي ده والله ما يديه كله كله، ليه؟ يكون لي خير له، لأنه ربنا يعلم أن من الناس من لو أعطاه طغى وتكبر ويفسد عليه دينه بسبب شيء من الدنيا. عشان كده ربنا قال: ولو بسط الله الرزق لعباده. ما في ناس إيمانهم تعبان، في ناس عندهم هوى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، في ناس بيكفروا ويتكبر على الخلق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لطيف خبير خبير بصير. عشان كده يا إخواننا قضية الرزق وجدت اهتماما عجيبا من أعظم الأحاديث التي لها أثر عجيب في النفس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، جبريل يعني، نفث في روعي يعني في صدري أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. عشان الزول يطمئن، شوف انت ما بتموت الا الرزق اللي ربنا كاتبه لك ده تكمله كله كله كله، ما بتموت الا تكمله. قال: لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب اجلها
لها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كلام عجيب. الليلة كثير من الناس يستبطئ الرزق. يستبطئ يعني شو؟ يقول لك يا أخي إحنا لنا زمن مفلسين ما عندنا حاجة، الزول يمرق الشغل ويجي وتعبانين، والعيال والأسرة وحالنا مبشتن، وبيت ما عندنا، والناس راكبين سيارات ونحن ماشيين بالمواصلات وحالنا تعبان. يقول لك لأنه في ناس تاني بيشيلوا رزقهم ده بالحرام، نحن نمشي نشتغل زيهم. امشي يتكسب رزقه بحلال ولا بحرام ما يهمه، أصله ما يفرق معه. يا ناس الرزق ده الله بجيبه، وأحيانا أنت تستعجل تمشي تطلب رزقك بالحرام والله أصلا رازقك. الرزق مكتوب وربنا سبحانه وتعالى مقدره، لكن يستعجل بعض الناس فيطلب رزقه بالحرام. وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. واحدة من النساء من التقيات من السلف، زوجها طالع من البيت مش قادر يشتغل، قالت وصت وصية عجيبة، قالت يا فلان اتق الله وتكسب من الحلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ده فهم عالي. أحسن لك تصبر على الجوع وتصبر على ضنك العيش وعلى اللقمة القليلة من الحلال، ما تمشي تتكسب بالحرام، تتكسب بالظلم وبأكل أموال الناس. وسبحان الله الآن صار الحلال في مجتمعنا قليل. صنوف الناس، صنوف الوظائف الموجودة تكسب بالحرام وغش وخداع، بل بعض الناس يأخذ منك أموالا كثيرة باهظة وما يخدم لك أي شيء. موجود في المؤسسات وعند العاملين وعند التجار ما يتحاشى كثير منهم من الحرام. تلقى المعاملات التجارية الليلة كثير من التجار يكون عنده سلع ببيعها في المحل بتاعه، تكون انت داير منه ثلاثة أصناف من السلع، عنده صنفين بس الثالث ده ما عنده، بيبيع لك الثلاثة، يقول لك ايوه داير الثلاثة ديل، طيب ده بكده وده بكده وده بكده، يبيع لك الثلاثة، الثالث ده يا دوب يمشي يجيبه من جاره والزميله في المهنة يا دوب يمشي يجيبه ويجي يسلمك يقول لك دي الأصناف بتاعتك الثلاثة، باع لك حاجة ما بيملكها، ده بيع حرام. وأغلب الناس في السوق كلمك النصيحة شغالين بالطريقة دي، ده بيع حرام، حاجة ما بتملكها ما تبيعها. حتى لو أنت بتتعامل مع مصنع معين من المصانع أو مورد من الموردين والبضاعة أنت ما استلمتها، البضاعة لسه عند المورد هناك، أنت ما تبيع يا أخي، تبيع كيف؟ تلقى بيبيع عادي جدا وما عنده مخزن فاضي ما فيه، طوال يمسك يبيع لك، يا دوب يمشي يشتري. هذا بيع يسمى ببيع ما لا يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي حكيم ابن حزام ولا تبع ما لا تملك. حرام يا أخي، تأكل أولادك بالحرام أسوأ من ذاك. ناس يتكسبوا ويأكلوا ويربوا أبناء من محلات للفجور والغنى، تلقى فاتح له صالة للأغاني للحفلات للمناسبات، والمناسبات ذاتها رقيص وغنى ونساء متبرجات وفتيات واختلاط بين الرجال وبين النساء، وتلقى ده بياكل منا عيش، بياكل منا اولاده، ده مال سحت وياكل اولاده من الحرام. يا ناس الانسان يتورع من مثل هذا، يتورع من ابسط الاشياء. سبحان الله كثير من الناس اليوم بسبب جلب الرزق يأخذ رزقه ولا يتحاشى أمن حلال أم من حرام. والله سبحانه وتعالى تكفل لنا بأرزاقنا
قال تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. انت بتخاف ليه؟ الناس الليلة بخافوا. الواحد يقول لك يا اخي والله ما قادرين نعيش بالطريقة دي، نشوف اي طريقة نعيش بها. يا زول الله قال لك وكأي من دابة كده. خليك انت العاقل اللي بتقدر تتكسب وتمشي تشتغل وتفتح دكان وتفتح مغلق وكده، خليك انت. الدواب دي، البهائم، الطيور في جو السماء، الحيتان في جو في الماء، الهوام جوا الارض، والدواب. ربنا قال لك وكأي من دابة لا تحمل رزقها. ابن كثير عليه رحمة الله قال لا تحمل رزقها، لا تسعى في رزقها كما يسعى الإنسان. انت بتمشي تزرع الأرض وبتمشي تصطاد الأسماك، انت ممكن تعمل كده. الآن الحيوانات لا تستطيع ان تزرع، ما بتزرع، بتاكل من زرعته انت، من الزرع الإنسان. واللي قوم ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ما بتدخر لبكرة. انت الليلة بتشتغل بتكسب رزق اليوم ورزق بكرة، بتلم عندك، بتخد قروش في البنك، بتجمع أموال ورصيد. الدواب دي ربنا قال لك أتأمل فيها، لا تحمل رزقها. أها، بتموت من الجوع؟ أبدا. قال الله يرزقها وإياكم. الله بيرزق طائر ضعيف عنده فراخ صغار بيكونوا في العش. الطائر ده ما زارع ولا عنده مصنع ولا عنده دكان، بيطلع من الصباح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يمرق الطائر من الصباح، انت بتكون شايل عيش معاك ولا ذرة ولا كده ولا إلى آخره، تقع منك حبتين ثلاثة في الأرض، ده رزق الطائر ده. بيمرق بتناولهم، بيمشي لصغاره بيأكلهم. الله بيرزقه. أنت ربنا علمك الحلال ووراك طريق الحرام عشان تبعد منه، تمشي تاكل من الحرام وتترك الحلال. يا ناس سبحان الله، عشان كده ربنا قال الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لذلك عباد الله، ما يحملك استبطاء الرزق أو ما يحملك ضعف ما عندك من ذات اليد إنك تطلب بالحرام. أبدا ما تطلب بالحرام، اطلب الرزق من عند الله تبارك وتعالى بالكسب الحلال. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من أوجه الكسب الحرام الذي يفعله كثير من الناس أن الإنسان يتكسب ببيع دينه، وهذا أسوأ من الأوائل اللي ذكرناهم، أن يبيع دينه من أجل دنياه. قال تعالى اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. في ناس من أجل أن يكسب دنيا رخيصة ودنيا فانية حتنتهي يوم من الأيام، عشان يكسب دنيا يبيع دينه. وهذا يوجد في العلماء، من الناس ممن تشبهوا بأهل العلم يبيع دينه ليكسب الدنيا، وذلك بكتمان الحق. في ناس بيكتموا الحق، يعرف الحقيقة ويعرف الصح من الغلط، لكن لما يجيبوه في التلفزيون ويدفعوا له دراهم معدودة، دراهم يدوها له
ممكن يفتي بالباطل، ممكن يسكت عن الباطل الموجود قدامه. الآن علماء بيجيبون في التلفزيون ومفتين في الراديو تلفزيون وسائل الإعلام يسألوا أسئلة واضحة وشايف المنكر قدام عينه هدف ما يتكلم. ليه؟ لأنه لو قال الحق تاني ما بجيبه، ولو قال الحق المجتمع بيكرهه. والمجتمع داير مفتي زي ده، مفتي ما يطلبه المستمعون. بس المستمع ده يتصل عليك، ألو شيخ فلان، الدكتور فلان، أنا عندي المشكلة الفلانية. بس اللي بيطلب المستمع ده يفتي به. ده والله مسؤوليته عند الله أعظم وأكبر، ومشكلته مع ربنا أكبر من الجبال ده كله. لأنه الليلة الحرام الواضح أجازوا علماء في التلفزيون وفي الراديو. عادي جدا، ممكن واحد تسأله عن باطل واضح. واحد في التلفزيون جابوا أيام المولد، الاحتفال بالمولد ده خليه عالم، أبسط الناس اللي عندهم شيء من العلم يقول لك ده بدعة، لأنه الرسول ما عمل والصحابة ما عمل بدعة. شنو اللف والدوران؟ جابوه في التلفزيون بيتكلم، قال وطبعا نحن كشعب سوداني متفقين على محبة النبي والصوفية وغيرهم، كلنا بنحب النبي وكلنا مرجعنا واحد والقرآن واحد. يا زول ده لف ودوران، قول الحقيقة. احتفال ده منكر وباطل، قول الحقيقة. انت تعرف شنو؟ ليه الإنسان يتأكل بدينه وهو يعرف الحق؟ وهذه من خصال اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. عالم يجيب لك في التلفزيون يبيح الربا، واحد ثاني يبيح لهم بل يمنع الحجاب. ده عالم في جبرة قالوا بيجاي، قالوا عالم، وده كلهم ما علماء. في جبرة كلية من الكليات، جامعة اليوم منفصلة موجودة في المنافس بتاع الجامعة، ممنوع الحجاب. يعني البيت تقدر تدخل الجامعة دي ممنوع تتحجب، تجي متبرجة ولا تروح برا. ده في جامعة هنا والفتوى جاتهم قالوا من عالم. هذا كله بسبب لقمة من الدنيا يبيع أمثال هؤلاء دينهم، بسبب عرض من الدنيا قليل. كل باطل ومنكر. وكان زمان زي ده بيعملوا الشعرة، الواحد عشان يجي عند الملك ويديه دراهم يجي يشكر الملك بما ليس فيه، كما فعل جرير جل عبد الملك بن مروان ويكذب كمان معه كذب، يا ريت لو بياكل بالحلال وبالصدق. قال سأشكره، يشكر في الملك. وهذا اليوم موجود في من يتلصق بالسلاطين ولا ينصح النصح الشرعي المعروف، دار ياكل ويتلصق بأصحاب الأموال ليأكل دراهم معدودة فيضيف لسجل سيئاته وغشه للأمة ولعبه بعقائد الناس. قال له سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم في جناحي. قال له رجع لي ريشي، شبه نفسه بطائر ممعط ما عنده ريش. قال له أنا رجع لي ريشي، داير قروش في النهاية، داير مال. إلى أن قال في آخر بيت، وللأسف عند شعراء العرب أو عند المحللين بيسموه أفضل بيت في المدح، وده من أسوأ أبيات الشعر. قال ألستم بشكر في هذا الملك وهو من بني أمية، وإن كان بنو أمية فيهم خير وفضل عظيم لكن أداهم مكانة ما حقتهم. قال ألستم خير من ركب المطايا؟ لا لهم ما خير من ركب المطايا ولا أي حاجة. خير مطية هي القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من ركب المطايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف ده شان ياكل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الأذى والبلاء. ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح
انتوا قال لهم اجود الناس، انتوا اندى الناس بطون راحن، شان يلقى له لقمه عيش من هذا الملك. سبحان الله، اندى العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بابي وامي اجود من الخيل المرسله واجود من الريح عليه الصلاه والسلام. لكن مثل جرير كثير اليوم ممن يفتونه من أجل دراهم، من أجل أن يرضوا منظمات تتبع لداعش ومنظمات إخوانية، يفتوا لهم بالفتاوى الباطلة التي تتماشى مع أغراض المنظمات ليأكلوا دراهم معدودة، والحساب يوم القيامة أمام الله عظيم. لذلك عباد الله، أسوأ من هذا كله من يكذب ويحرف في العقيدة من أجل إرضاء الناس ومن أجل أن يكسب قاعدة عند الشعب لكي يؤيده ويصفق له ويطبل له ويغيب العقيدة ويضلل الأمة. اليوم في الراديو والتلفزيون فتاة وتطلع الحجابات بتجوز تعلق حجاب وتلبس تميمة وشرك بالله سبحانه وتعالى، القصائد الشركية في الراديو والتلفزيون، برنامج بيجيبوه يوميا الساعة 8 صباحا في الإذاعة بتاعت حسين خوجلي يوميا. البرنامج ده أنا حضرته مرة واحدة، ويقيني والله الذي خلق السماء وبسط الأرض، لو واحد من السودانيين اعتقد العقيدة اللي بيقولوها في البرنامج ده يخرج من الإسلام تماما، يطلعك برا الدين. برنامج فاسد في العقيدة، من أجل ماذا؟ من أجل كسب لقمة من العيش، ومن أجل الترويج وتضليل هذا الشعب المسكين. نحن في مأزق وفي أزمة في العقيدة وأزمة في الدين في السودان. عباد الله، نحن في أزمة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا، أن يلطف ببلادنا، أن يلطف بشعبنا، أن ينقذنا مما نحن فيه. نسأله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفرِّغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم فرج همنا واكشف غمنا واشف مريضنا واقض حوائجنا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.